دي مية تبريد خضراء. طعمها تحفة. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. موضوع تبريد الموتوسيكل ده حاجة مفيش خلاف عليها قد ايه هي مهمة، وكمان انك تحافظ على دورة التبريد بتاعتك ده بيضمن لك ان عمر الموتور بتاعك هيكون اطول. في الفيديو ده هنحلل انظمة التبريد، عيوب كل نظام، وايه اللي بيميز كل نظام فيهم. وخلينا كده نبدا بالنظام الابسط فيهم، هو تبريد الهواء. النظام ده بيعتمد ان الهواء بيخبط في الموتور عشان يبرده، والزعانف الموجوده دي محطوطه بشكل مقصود عشان تزود مساحه السطح الملامس للهواء، وكل ما كان عددهم اكتر كل ما كان عمليه التبريد افضل. مع حركه الموتوسيكل الهواء بيعدي فوق الزعانف فبيساعد على تبريد درجه الحراره. الموتوسيكلات اللي بتعتمد على تبريد الهواء بيكون وزنها اخف واسهل في الصيانه بشكل عام، وعشان كده بتكون مناسبه جدا للموتوسيكلات الصغيره والكلاسيكيه. تصميم بسيط، وزن خفيف، صيانه اقل، واجزاء اقل. ورغم كده الا ان تبريد الهواء دوت مش مثالي في درجه الحراره عاليه وحركه المرور البطيئه. في الحالتين دول الهواء مش بيعدي بشكل كويس خلال الموتور، فبالتالي بيعلي درجه الحراره. عيوب تبريد الهواء، مش هيكون احسن حاجه لو انت عايش في منطقه دايما حر، ومش مناسب لو انت المدينه بتاعتك دايما زحمه. النظام الثاني هو تبريد الزيت. خلينا نقول كده ان تبريد الزيت دوت هو التطور بتاع تبريد الهواء. النظام دوت اول شركه اخترعته كانت سوزوكي في الثمانينات على سوزوكي جيكسر 750. وفي النظام دوت الزيت بيلعب دورين، الدور الاول وهو تشحيم اجزاء الموتور من جوه، الدور الثاني وهو تبريد الموتور. في النظام ده بياخد الزيت الحراره من الموتور وبيعدي على سربنتينه الزيت عشان يبرد الزيت قبل ما يدخل ثاني جوه الموتور. مميزات تبريد الزيت: بيقلل الحراره بشكل افضل وكويس قوي للموتوسيكلات الهاي بيرفورمانس، وزي ما قلت لك ان النظام دوت بينفع قوي مع الموتوسيكلات اللي ادائها عالي زي الجيكسر 750، وده الموتوسيكل اللي سوزوكي حطت عليه الموتوسيكل دوت ودخلت بيه اختبار ال 24 ساعه اداء. والاختبار ده بيكون عباره عن الموتوسيكل بيفضل شغال 24 ساعه بدون توقف، وعايز اقول لك ان سوزوكي كسبت الاختبار ده باكتساح. عيوب تبريد الزيت: النظام ده بيكون صعب في صيانته عن تبريد الهواء، دي اول حاجه. تاني حاجه بيكون محتاج زيت كتير ودايما تغير الزيت باستمرار هو وفلتر الزيت. النقطه الثالثه ان سربنتيله الزيت ديت بتكون معتمده على الهواء اللي بيخبط فيها عشان تبرد الزيت، فانت لو زحمه برده مش هيكون افضل حاجه. وعشان كده في شركات بدات تصنع سربنتينه وفيها مراوح، بحيث ان لو انت في حته زحمه الهواء يكون طالع من المروحه يخبط في السربنتينه فيبرد الزيت ده ويدخل على الموتور وهو بارد، والدورة دي بتفضل شغالة والمراوح بتفضل شغالة على حسب الترموستات بتاعت الزيت بتاعك، ودي يعتبر كده حاجة افتر ماركت انت ممكن تحطها للموتوسيكل بتاعك. والنظام الاخير معانا هو تبريد المية. بما اننا اتكلمنا على تبريد المية فممكن نشرب شوية مية كمان. ثانية واحدة. مية الريديتير دي لذيذ. نظام التبريد بالميه دوت يعتبر احدث نظام تبريد، ودوت بيكون موجود على الموتوسيكلات الرياضيه والموتوسيكلات الحديثه وشويه من الاسكوترات. في النظام ده الميه بتعدي في غرف جوه الموتور، تمتص الحراره من الموتور وتروح على الريداتير تبرد الميه، وتروح تاني على الغرف اللي جوه الموتور. مميزات تبريد الميه: اعلى نظام كفاءه في التبريد، بيحافظ على درجه حراره ثابته للموتوسيكل، بيمنع ارتفاع درجه الحراره بتاعت الموتوسيكل في اي ظروف. في موتوسيكلات هتلاقي فيها اكتر من نظام تبريد في نفس الوقت، زي مثلا تبريد الميه وتبريد الهواء، والموتوسيكلات ديت هتديك افضل اداء في اي ظروف واي جو. بس بما قلنا المميزات برضه لازم اقول لك على العيوب بتاعه نظام التبريد. العيب الاول ان هو بيكون اعقد نظام في الانظمه اللي فاتت، ودوت مش اي حد يشتغل موتور بيبرد تبريد ميه. العيب الثاني ان هو بيحتاج صيانه مستمره، يعني كل سيزون كده انت لازم تشيك على الميه او تغيرها وتنظف الريداتير بتاعك. وبالمناسبه عايز اقول لك ان انواع الميه كتيره جدا، ولو عايز نعمل لك فيديو عن ايه افضل نوع للموتوسيكل بتاعك ف اكتب لي في الكومنت دلوقتي. وبعد ما عرفت العيوب والمميزات بتاعت كل نظام، قول لي كده انت النظام اللي في الموتوسيكل بتاعك ايه، وقول لي ايه هو افضل نظام في الثلاثه. كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام. لازم اشرب شويه مكان، حبيتها. يلا يا رب ما اموت بعد الحلقه دي.